عليكم شباب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ شلون الامور؟ شلون الحال؟ ان شاء الله بخير، كلكم بخير ان شاء الله. اليوم حاب اقدم لكم هذا الفيديو، شوية معلومات على قناة اليوتيوب، على بعض الاشياء اللي تخص اليوتيوب. طبعا أنا شوية مشغول، وأكو بعض المشتركين يردون أدعمهم أو أشترك بالقناة مالتهم، ما عندي أي مشكلة، بس لكن أني ما متواجد، شوية عندي عمل غير عمل، يعني شوية حالتي المادية مو ذاك الجد. إذا أقدم لهم هذا الفيديو إن شاء الله، من الله يوفقنا وتسعد القناة مالتي، راح أحاول أدعم المشتركين حسب القرعة اللي راح أسويها. أحاول أدعم المشتركين، وراح حسب تطوير المحتوى مالتي وتطوير قناتي، وحسب توفيق رب العالمين إن شاء الله. ما قصر إن شاء الله وياكم، وأخليكم كما يقول كلكم أخوتي، لأن أنا شوية مو بس هذه، يعني قناتي مو تخص ألعاب، وهذا تخص معلومات، ما أقول لك كل المعلومات، بعض المعلومات المفيدة تخص، أحاول أدعم بها قنوات، بعض القنوات اللي راح إن شاء الله خير وسلامة أكمل، من بعد ما أكمل أتوفق ويصير الأمور زينة وياي، راح أدعم قنوات وأفيدهم إذا الله سهل إن شاء الله خير وسلامة. بس أنا أريد إنه يصدقون وياي، اللي يجي يقول لي اشترك لي بالقناة، لا يمسح الاشتراك، لا يمسح الاشتراك، يكون صادق. وأنا بالنسبة لي حتى ما أمسح الاشتراك، وأنا ما أريد أمسح الاشتراك، لأنه أنا بالنسبة لي إذا أشوف إنه يجوني يشتركون بالقناة وبعدين يمسح الاشتراك وهو قايل لي ردها أو تبادل، وبعدين أنا دا أشتري مشترى المشتركين، مو دا أشتري مشترى، ولما يوم في دي